لقائي اليوم مع رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون كان مهما جدا وإيجابيا يعكس عمق علاقات الصداقة والأخوة التي تجمع بين الجزائر ونيكاراغوا علاقات التعاون بين البلدين جد مثمرة ونأمل مواصلة تعزيزها من خلال تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني بين الجزائر ونيكاراغوا و وبين بلدينا علاقات صداقة وأخوة متينة نرغب بتوسيعها لتشمل العلاقات الدبلوماسية والإقتصادية والتبادلات التجارية والتعاون الدولي وكذا تبادل التحليلات والرؤى إزاء القضايا الدولية الراهنة التي تهم بلدينا انا هنا باسم الرئيس اورتيغا لانقل رساله منه الى الرئيس تبون ونرجو ان يقبل السيد الرئيس دعوه لزياره نيكاراغوا وفق الظروف التي تسمح بذلك وبدوري سأنقل للرئيس أورتيغا دعوة الرئيس تبون لزيارة جمهورية الجزائر الشقيقة الديمقراطية الشعبية. أنا ممتن كثيرا لحفاوة الاستقبال ولاواصر العلاقة الطيبة والاخوة التي أبداها السيد الرئيس عبد المجيد تبون شكرا جزيلا Muchas gracias.